شيع بمحافظة المحويج جثمان الشهيد باسم أحمد إبراهيم عباس شرف الدين من أبناء مديرية المدينة، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه في جبهات الدفاع عن الوطن. وفي مراسم التشييع التي تقدمها وكيل المحافظة عبد الحميد أبو شمس وأهالي وأقارب الشهيد وشخصيات اجتماعية وجمعا من أبناء المدينة، حيا المشيعون تضحية الشهيد وكافة شهداء الوطن، وأكدوا أهمية السير على خطى الشهداء في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر المؤزر. محافظة المحويج يشيعون الشهيد البطل باسم أحمد إبراهيم عباس الذي استشهد وهو يأتي واجبه في الدفاع عن هذا الوطن، فنحن له الشهادة ونعهد الله ونعهد الشهيد بأن على دربه ما ظلم على حتى النصر أو الشهادة إن شاء الله. الحمد لله أن اصطفى مننا هذا الشهيد العظيم الذي صاحب المناقب الطيبة، كل من لديه من سألنا عليه شكره، وهو إنسان عظيم وأسرة عظيمة، قدمت قوافل من الشهداء والقوافل ما زالت باستمرار حتى ينال الشعب هذا استقلاله. الحمد لله الذي اصطفى ابننا شهيدا في سبيل الله، ونقول لدول العدوان نحن صامدون وسوف نصمد ولن يضرنا أي شيء.